بالله ما شاء الله، ها هو الفارس سالم العقبي على صهوة اليمامة ابنة كلاسيك رشيد، والأم لتلي بيبي ابنة بيرنينج سند، المالك فواز فصول أبو أحمد، المدرب أمير فصول، أما الفارس فهو سالم العقبي. يلا يا إياس استعجلنا شوي. إياس أبو جبل يعتلي صهوة بنت المقنع، الفارس الذهبي والعنيد إياس أبو جبل على صهوة المهرة بنت المقنع ابنة المسيخة والأم بنت جولية. ها هو الفارس المتألق أيضا نزار غريفات على صهوة شيندي ابنة شنداكة والأم الحمدانية، المدرب المالكي أشرف عزايزي أبو محمد، المدرب أيضا أشرف عزايزي، والخيال نزار غريفات. فواز الصول أبو أحمد وأشرف عزايز أبو محمد. نادي عباس باسل مكسرًا اتجه إلى جهاز الانطلاق لإطلاق الخيول. شو وضع القلب عندهم الاثنين؟ إذن بالفعل على بركة الله تعالى انطلقت خيول الشوط السابع بانطلاقة ثنائية لليمامة وبنت المقنع. شندي مع نزار غريفات تترقب من الخلف في المرتبة الثالثة، سالم العقبي على صهوة اليمامة يأخذ صدارة الشوط مبكرا، الفارس العنيد إياس أبو جبل يحاول ويحاول أخذ الصدارة قرابة المنعطف الأول، لكن ما زال سالم العقبي على صهوة اليمامة. لا بل هو إياس أبو جبل مع بنت المقنع ينتزع الصدارة ما بين المنعطفين. بدأت شندي بالاندفاع، بنت المقنع ما زالت تقود الخيول ما بين المنعطفين. سالم العقبي يطلب من اليمامة الاندفاع قرابة المنعطف الأخير، نزار غريفات يلتصق بسالم العقبي من الخلف. شندي واليمامة وبنت المقنع، هي اندفعت شندي في الأمطار الأخيرة لكن بنت المقنع ما زالت تقود الخيول. بنت المقنع وشندي بصراع على المرتبة الأولى، شندي وبنت المقنع بصراع على المرتبة الأولى. أياس أبو جبل على صهوة بنت المقنع ونزار غريفات مع شندي، شندي وبنت المقنع، لا بل هي بنت المقنع، بنت المقنع مع نزار غريفات بالمرتبة الأولى، بنت المقنع مع أياس أبو جبل بالمرتبة الأولى، شندي مع نزار غريفات بالمرتبة الثانية، واليمامة بالمرتبة الثالثة مع أياس أبو اليمامة بالمرتبة الثالثة مع سالم العقبي. ثلاثية ولا أروع، ثلاثية ولا أجمل، شندي وبنت المقنع واليمامة منذ الأمطار الأولى حتى الأمطار الأخيرة، دخول ثلاثي ولا أروع. ألف مبروك لباسل مكطرن وشريف مكطرن، أياس أبو جبل الفارس الذهبي كما قلت والعنيد، أبى إلا أن يضيف الانتصار الخامس هذا اليوم على صهوة بنت المقنع ابنة المسيخة ابن بيرنينج سند، والأم هي بنت جولية بطلة هذا المضمار لعام 2010. الفارس الذهبي والعنيد أياس أبو جبل أبى إلا أن يضيف الانتصار الخامس هذا اليوم. ضاوي ضاوي البدل الحمراء يا أياس. بنت المقنع لمالكها شريف مكطرن، المدرب محمد مكطرن. ألف 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 مبروك لأهل مكطرن الكرام. إياس أبو جبل ينطيك ألف عافية على صهوة بنت المقنع. نشكر الأخ فواز بصول أبو أحمد والأخ أشرف عزايزي أبو محمد. شندي صاحبة المرتبة الثانية كانت من نصيب المهرة، شندي ابنة شنداكة والأم الحمدانية. كما هو نذكر أن جائزة من علام أسوس مقدمة من قسيمة شراء مقدمة من الأخ نسيم الهيب لصاحبة المرتبة الأولى. أما والآن فنحن مع صاحبة المرتبة الثانية وهي شيندي ابنة شنداكة والأم الحمدانية. باسل مكطرن أبو عناد وفواز بصول أبو أحمد يقومون بتتويجها. ألف مبروك لأشرف عزايز أبو محمد. تفضل أبو محمد لتتويج اليمامة.
صاحبة المرتبة الثالثة فكانت من نصيب اليمامة ابنة كلاسيك رشيد والأم لاتلي بيبي. المالك فواز بصول أبو أحمد، المدرب أمير بصول، الفارس كان سالم العقبي. ألف ألف مبروك.